فنانين تشكيليين، أنا هاوي وهي متخصص خريجة جامعة الملك سعود، دمجنا فكرة وظفناها في الزجاج. الحفر على الزجاج تقريبا هو شيء تراثي، ما هو شيء جديد، لكن الأسلوب هذا أسلوب جديد. تعرفت أنا من 8 سنوات على الزجاج، ولما تزوجنا أنا وفهد قررنا أنه نطلع بفن مختلف. طلعنا بهذه الفكرة اللي هي تطبيق الأبعاد وظل وتباين وتطبيق البورتري على الزجاج بشكل يعطي إيحاء أنه هذه مو لوحة، هذا يمكن هذا تصوير أو ليزر. كثير يخلطون بين الحفر اليدوي اللي إحنا نشتغله والليزر. أساليب الحفر على الزجاج متعددة، اللي هي التنقيط، اللي هي الخدش، اللي هي الخطوط. طبعا أنا وفهد نتبع أسلوب اللي هو التنقيط، أعتقد أنه أصعب شيء. هذا الجهاز اللي نستخدمه، طبعا الريش تختلف، عندك الريشة هذه مدببة، هذه ناخذها بالمناطق الصغيرة أو المناطق اللي إحنا ما نبغاها توضح، يعني البياض فيها ما يكون واضح، يكون زي الظل أو تكون منطقة ضيقة أنك لازم ترسم فيها، مستحيل أنك تأخذ ريشة اللي أوسع. وتقريبا هذه تعطينا ظل أكثر شيء. الإقبال الحمد لله جميل، تعبنا اللي سنة ونص حتى نوصل المنتج هذا، الحمد لله وصلناها وما زالت نطور. الفنان يبتكر يطور. من ناحية التسويقية تعتمد على محتوى اللوحة، ببعضها تفاصيلها كبيرة وبعضها قليلة، هنا نراعيها مراعاة للعميل.